عبدة الشخص هي المبالغة بمحبة وتقدير زعيم عنده كاريزما لدرجة أنه بينوضع الشخص بمرتبة الآلهة. بمعنى تاني بلبنان مستقبل طائفة معينة مش ممكن يكون إلا من خلال هيدا الشخص يلي ما بيغلط وما بيخاف وما بيخون. بلبنان عنا على الأقل 12 شخص كل واحد منهم مرتبط بطريقة أو بأخرى بإله أو بقديس أو مرجعية دينية معينة. طريقة تصوير الزعمة بهيدي الطريقة تخلق حواليهم هالة لمنع انتقادهم أو رفض أي قرار بياخدوه. بأي بلد حضاري اليوم بتشوفي صور الزعماء معلقين على الطرقات أو على واجهات البنايات مع شعارات شي بيشبه للنبي وشي بيشبه لآلهة وما بعرف. نحن منأله الرجال القوي اعتقادا منا أنه بشكل ضماني وحماية لإلنا. جاوبيني على هالسؤال، قتل العالم بدون ندم وحرمان العالم بدون شفقة وقهر العالم بوحشية، كل هالأمور إذا منا قوة، إذا مشاكل نفسية. سارة يافي، أهلا وسهلا فيك، شاركت معنا بحملة بلد عن ضايع. اليوم كتبت يعني شيء كتير حلو، يعني استمتعت بقراءته، يعني حتى قلت لك بينطبع وهيك عن جد، يعني ذكرني بالفترة اللي كانوا يطبعوا بدار النهار هيك المقالات اللي كانت تكون عندها هيك مثل رؤية للبنان للنظام. كتبت عن الجمهورية الثالثة، خبرينا هيك شوية أكثر عن هالجمهورية الثالثة. بشكر ميشيل على أول شيء كل شيء قلتي عني، وتاني شيء على المبادرة المهمة اللي عم تعمليها مع النهار، خاصة أنه عم تعطينا الفرصة نتعمق أكثر وأكثر بأفكارنا. كنت بودي أقول لك أنه بالنسبة للجمهورية الثالثة أكيد ما حدا بيعرف شو رح يصير، ما حدا بيقدر يتنبأ لا بكرة شو صاير ولا بعد 6 أشهر ولا بعد سنة ولا إذا رح نكون موجودين. إنما هذا الشيء أبداً ما بيعني إنه ما يكون الشيء اللي عم نسعى له والهدف الأول تبعنا يكون السعي للوصول للجمهورية الثالثة، يلي بغض النظر عن كل تفاصيل الدستورية يلي يمكن لازم تنحط يوماً ما كرمال ترسم ملامحة، بغض النظر عن هول التفاصيل لازم تكون هيدي الجمهورية الثالثة مبنية بالمطلق على النوايا الصافية بين كل المجموعات السقفية اللبنانية وتعبير واضح بالانتماء المطلق والوحيد للبنان. فبالنسبة لإلي وهذا الشيء بتعمق فيه كتير بالمقال، في 9 مواضيع أساسية كانوا بنظري سبب فشل الدولة اللبنانية من 100 سنة لليوم، ومعالجتهم وطرح البديل لإلهم بشكل نوايا للبنان جديد لازم يتجسد من خلال الجمهورية الثالثة. فلح أحكي عن هال9 مواضيع بطريقة سريعة ومقتضبة، بدي أذكرهم نقطة نقطة وممكن أكيد الغوص فيهم بطريقة معمقة بمرحلة لاحقة. وهي دول النقطة، وكمان إذا بتسمحي لي كمان اللي بيقرأ المقال كمان في غوص فيهم يعني أكتر يعني النتيجة لازم إن شاء الله إنه يكونوا يروحوا يقروا المقال، مع إنه طويل شوي بس لحتى نتعمق. بيستحق كلك ذوق، مرسي. فهول النقاط 9 هن بنظري سبب البلا بلبنان، وأنا بتعمق فيهم بالتفصيل الممل بالمقال، فهون رح اكتفي بس بذكرهم. أوكي، 1، الانتداب علمنا أنه نحن جماعة غير جديرين وأنه التدخل الخارجي هو الأنسب لإلنا. هيدي سردية موجودة بلبنان ولا ممكن نقدر ناخدها للجمهورية الثالثة معنا، فهيدي بدنا نتخلص منها، وأنا بفسر وبتعمق ليش ومن وين جاية هيدي السردية. تاني شيء، فكرة أنه ممكن لبنان ينجح ويعيش ويتطور من خلال التقسيم الطائفي والمذهبي للمجتمع وللإدارة وللمراكز وللسياسة وبالسلطات التنفيذية والتشريعية وحتى بالسلطة القضائية وإلى آخره، ولا ممكن
الجمهورية الثالثة تكون ما تعلمت من كيسة ومن فكرة أنه ولا ممكن لبنان ينجح ويعيش ويتطور من خلال تقسيم طائفي ومذهبي. هيدي نقطة تانية وبتعمق فيها زيادة بالمقال. نقطة الثالثة سردية عبدة وتأليه الزعيم يلي بيعرف هيدا الزعيم بكل شيء وما بيغلط ولا مرة، ويلي اسمه بالبسيكولوجي مرض الكلت، مرض أو حالة الكلت دو لا بيرسوناليتي، أو خبرية إنه الرجال أو الرجال اللي بيحمي إلى آخره، مش الشخص القوي، الرجال القوي، إنما الرجال القوي هو لازم يقود شعبه إلى آخره. هيدي كمان سردية بتعمق فيها كتير، وأنا بلاقيها كمان من أحد أسباب البلا بلبنان، اللي هي ما عم تخلينا نطلع على البرامج السياسية ومنبقى بالأشخاص السياسية. رابع شيء الرأسمالية المتوحشة يلي تجسدت بالغياب التام للرقابة على جميع الأصعدة، وبالجشع، وبانعدام احترام حقوق المواطن والمستهلك، يلي كانت سبب غياب وانعدام أي عدالة اجتماعية وتوزيع العدالة للثروات بالبلد بين جميع المواطنين إلى آخره. مش فكرة الرأسمالية المتوحشة هيدي ولا ممكن كمان ترافقنا بالجمهورية الثالثة. خمسة، فكرة إنه مجتمع بيعزل وبيقصي 50% من مكوناته ممكن يعيش ويتطور، وعم بحكي عن النساء، عم بحكي عن النساء يلي عايشين بهيدا البلد كمواطنين درجة تانية إذا مش مواطنين درجة ثالثة. وهيدا استناداً لأرقام ودراسات بتبين إنه التعاطي والتعامل مع الإمرأة كفرد درجة تانية بمجتمع هو سبب أساسي لتخلف وفقر أي مجتمع يلي كان على كافة الأصعدة. والنتيجة الحتمية لخضوع المرأة لنظام باترياركي تأذي الرجال والمرأة بنفس الوقت، لأنه نتيجتها تخلف وتفقير المجتمع على كل الأصعدة. هيدي النقطة الخامسة. النقطة السادسة نظرية إمكانية تعايش دولة متطورة مع ميليشيا ومنظمات مسلحة لبنانية وغير لبنانية خارجة عن سلطة الدولة. هيدي السردية ولا ممكن تمشي بلد عم نحكي نحن مودرن وقوي وبينظر لقدام. مش ممكن بناء دولة حضارية ومتطورة بأي نقطة من العالم تحت أي نظام موجود بظل سلاح رديف لسلاح الشرعية. هيدي النقطة السادسة. النقطة السابعة فكرة إنه ممكن يكون لحقوق الإنسان وتطبيقها معايير مختلفة واعتبارات مختلفة نسبة للجنسية أو للون أو للهوية أو للدين. بمعنى تاني، إما إنه تكون حقوق الإنسان شاملة وبتطبق على الكل، أو بليها من الأساس، وإذا بليها الحياة من أساسها لكن ما له معنى، والشغل اللي عم نعمله كمان ما له معنى. ثمانية، فكرة إنه دول خارجية إقليمية أو دولية بيهمها مصالحنا، وبالتالي بيحق لها تقرر عنا وتتدخل بشؤوننا الداخلية. هيدي السردية بدنا كمان نعرف نتخلص منها، وفي طريقة نتخلص منها، بس قبل ما نتخلص منها بدنا نفهم من وين جاية وكيف بدنا نتخلص منها وشو بنعمل من بعدها. لأنه مش يعني لبنان بيعيش كجزيرة، مش يعني لبنان بيعيش كأنه لحاله، لا، ولكن ما بيكون عم بيطيع لدول خارجية. وتسعة وآخر شيء، فكرة إنه البيئة بجميع معانيها الضيقة والواسعة ما بحياتها كانت مهمة بلبنان، لا بل هي مادة للسخرية من كل شخص بيتجرأ يتطرق لهذا الموضوع بطريقة علمية أو بطريقة إنسانية. إذا ما بنحمي البيئة ما فينا نحمي بلد وما فينا نبني بلد. فهول هن بنظري هالنقاط التسعة إذا ما اتطرقنا لهم بطريقة جدية وعميقة لبناء لبنان جديد يلي بدنا إياه، شو ما كان النظام الجديد بالجمهورية الثالثة، نتيجته الحتمية بدها تكون مثل النتيجة يلي حصلنا عليها اليوم، لأنه الهدف منه تغيير الهيكلية إنما تغيير الروح. فلازم نغير الروح اللبنانية أو الروح السردية اللبنانية، ومن هونيك نبني الجمهورية الثالثة. سارة، اليوم بدأت توقف على نقطة الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية. في أشخاص اليوم عندهم خوف
انه طيب اوكي جينا اليوم لغينا الطائفية، يعني تخيلي بكره يكون في عم تنتخب النايب على كفاءته، مش يعني مش الماروني بينزل على المقعد الماروني او السنه بينزل على المقعد السنه. اليوم في خوف من جزء كبير من اللبنانيه وقتها فيها الطرح، عم بسألك السؤال يعني هيك تشرحي لهم اياها على طريقتك، انه هالخوف انه طيب اليوم اذا شو بياكد لنا انه اذا ما لغينا الطائفيه ما بيجي يوم من الايام في 128 نايب من طائفه واحده وبلكي راحوا بعدين صوب التطرف يعني واخذوا لبنان يصير يشبه يعني اليوم ما بدنا نعطي امثله بس بلاد ثانيه اليوم صار في يعني ذيك اليوم شو عم يصير مثلا بافغانستان، يعني بخاف اللبنان انه هالهويه تتغير. شو جوابك على الموضوع؟ الخوف ميشيل، الخوف نتيجة عدم الثقة بالتاني، والشعور إنه الدولة مش قادرة تحفظ له حقوقه وتأمن له أمنه. أوكي؟ مش رح نقدر نظهر من هيدي الكريزة ونخلق تغيير ويكون عنا انتماء شعبي بدون مشروع إصلاح جذري بيأمن حقوق كافة المجموعات المذهبية والثقافية بدون استثناء وبدون تمييز بينهم، وبيدفش صوب مواضيع أهم بكتير لتطور الإنسان ورفاهيته وتحسن مستوى معيشته اللي ولا ممكن يتأمنه من خلال نظام محاصصة طائفية. معظم اللبنانية بيعرفوا مقتنعين إنه الأحزاب السياسية اللي بتمثلهم والزعماء الطائفية اللي انتخبون بسوادهم الأعظم فاسدين ومرتهنين وهن السبب الأساسي لدمار لبنان ولانهياره الاقتصادي يلي وصلنا له اليوم. أنا مقتنعة إنه هيدا شعب ذكي بيعرف شو عم بيعمل، ما إنه شعب نايم، ما إنه شعب مثل ما بيقولوا غنم أبداً. إنما بالنسبة لإلي الخوف والتخويف من الغير هو يلي بيرجع بيطغى بآخر المطاف. معك حق، الشعب ما إنه غبي، في كتير ناس بعدهم متعجبين كتير كيف هالطبقة السياسية بعدها عم ترجع هي ذاتها برغم من كل هالفساد وكل هالانهيار وكل هالدمار، وكيف الناس بعدها عم تنتخبون. سؤال وجيه الواقع يلي بيوجه تصويت هيدا الناخب بشكل أساسي هي الوعود بالحماية من الخطر يلي بشكله لبنان التاني أيا كان مذهبه وطائفته. فخلينا أول شيء نعترف إنه هيدي حقيقة بلدنا، خلينا نعترف، ما فينا نغض النظر عن خوف العالم ولا فينا نقول يلا بسيطة هيدي الشغلة you get over it، ما فينا نحكي هيك. فلهالسبب على الرغم أنه زعماء الطوائف فشلوا سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعلى كافة الأصعدة الباقية، إنما بالنسبة لجمهورهم مثل ما قلتي ولقسم كبير من طائفتهم بشكله هن الضمانة والحماية لطائفتهم، هول هن الكلمتين اللي لازم يبقوا بذهننا، الضمانة والحماية. وانت عم تتحدثي عن هيدي النقطة، لكن السردية يلي بتقول انه ممكن نعيش ببلد متطور بظل نظام طائفي هي سردية برهنة فشلة. فنحن بدنا نتفق على نقطتين، من نقطة في عنا قصة الحماية ومن نقطة تانية عنا الفشل، وهو اللي بدنا نعمل الفرق بيناتهم. فكرة إنه الطائفية والمذهبية بتقرر حياتنا الشخصية والسياسية وبتأملنا حقوقها هي فكرة عقيمة، ولو بدها تعطي نتيجة كانت عطت نتيجة من 100 سنة لليوم، ويمكن أكثر من هيك كانت يمكن دول غير على القليل جربت تنقل النموذج تبعنا. يعني إذا نحن هالقد والله فلتات بالنظام بس الحل الوحيد هو للبنان الجديد هو الاتكال على المدرسة الرسمية والجامعة الرسمية ونظام تربوي موحد ومتطور بيبني أجيال جديدة بتآمن بالتعددية والمذهبية والثقافية ضمن الاحترام المتبادل بين كافة فئات المجموعات بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الإيمان الشخصي. هيدا هو التطور. نحن وقت بنحكي عن مودرنيتي التطور، ما ضروري نحكي بس عن لايسيتي، يعني ما ضروري نحكي بس انه بدنا نبني بلد مثل ما بيقولوا بلا اديان، هيدا ابدا مش الهدف، التطور هو الهدف، وهيدي هي الحداثه وهيدي هي الطريقه الوحيده لتامين كرامه الانسان ايا كان القانون اللي بيشمل الكل. متى امننا بهالمبادئ البحث بالنظام يلي ممكن يأمننا بيصير موضوع بالمرحلة اللاحقة،
وبينحكى بالنظام المناسب، وكل الطروحات والأفكار بتكون قيد البحث بدون عقد أو محظورات من أي نوع يكون. بس المهم أنه نعرف أنه الحماية بدها تكون من المبادئ الأساسية، الكل بده يكون عنده حقوق ومحميين، ولكن خلص ما بقى فينا ننظم على أساس الطوائف والمذاهب، ولا ممكن. هيدا النظام بيفشل وفشل ولح يضلوا يفشل. فبدنا نطلع عن طرح النظام اللي هو مبني على الطائفية، وبدنا نفوت على النظام الحديث اللي بيحمي الطوائف، بس بيحمي الطوائف من وجهة نظر الحداثة، مش من وجهة نظر التعصب. قلت بمقالك شيء لفتني، إذا حزب الله لم يكن موجوداً كانت نهاية الأوليغارشية مثل ما دايماً بتسميها أنت ب17 تشرين، ترجمت يعني أنت كتبتيها باللغة الإنجليزية، هيك شرحي لي أكثر الفكرة. بالنسبة لحزب الله، من الواضح اللي كان عم بيتابع على الأرض أو إعلامياً شو عم بيصير، نزلت حزب الله العسكري والشبه عسكرية على الأرض، إن كان على الرينج أو بوسط بيروت أو بالضاحية أو ببعض المناطق بجنوب إلى آخره، وبروز عبارة قبل الصحصوح وبعد الصحصوح يلي هي ظاهرياً يمكن تضحك، إنما بالواقع خطرة جداً، لأنه بتفرجي وبتبرهن مدى تأثير السلاح على المجتمع اللبناني. هيدي برأيي أمور بتفرجي إنه لو ما سلاح حزب الله كانت الثورة مش بس سقطت الحكومة، إنما كان ممكن تؤدي لتغيير أكبر بكتير بالمشهد السياسي، لسقوط المنظومة السياسية المتمثلة بهيدي المافيا. ومن هون منفهم مدى أهمية العلاقة بين المافيا والميليشيا، يلي مش بالضرورة مبنية على قناعات سياسية، إنما على مصالح شخصية وحزبية مشتركة، مصالح مشتركة 100%. اضطرت الميليشيا تحافظ وتدافع عن المافيا لأنها هي ضمانة وجودها ووجود سلاحها، تماما مثل ما أنه الميليشيا حامية سرقات وفساد المافيا. يلي خوف كمان المنظومة هو تخطي الاحتجاجات والمظاهرات الشكل الاعتيادي يلي كانت تصير فيه بالماضي، لدرجة أنه الوزراء والنواب والمسؤولين صاروا يخافوا يظهروا بالعلن. الشغلة يلي ما كانت تصير بالماضي، كنا نوقف من الطريق، كنا نوقف على جنب لحتى يمرق الكونفوا تبعه، كنا نسكت نقعد بالشمس أو بالشتاء وقتها هو حضر جنابه بده يقطع. فبالتالي فهمت المنظومة إنه سقف الخوف انكسر، حتى بالشعارات والمفردات المستعملة يلي كان فيها إهانة وشتايم مباشرة للسياسيين من كل الطوائف ومن ضمن بيئتهم. هيدا يلي خوف السلطة، لأنه ما كان فيها بقى تلعب على الوتر الطائفي، لأنه يلي عم بيسبوا للزعيم إن ولاد طائفته مش ولاد طائفة تانية. لهالسبب البسيط، الحل الوحيد المتبقي كان للجوء للعنف، ومن بعد ما رفض الجيش عدة مرات يعنف المتظاهرين تم اللجوء لحزب الله يلي هو تولى الأمر وتحمل مسؤولية إضعاف الثورة. وأكثر من هيك، باعتراف أمين عام حزب الله نفسه، سلاح وعتاد وميزانية ومعاشات ومصاريف وأكل وشرب وسلاح وصواريخ حزب الله من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنه اعترف أنه حزب الله منظمة بخدمة المرجعية العليا بإيران. طيب كيف فيك بدولة تدعي السيادة والاستقلال يكون عنا منظمة مسلحة خارجة عن إرادة الدولة، إلا إذا في نية لأنه تكون الدولة اللبنانية ضعيفة لصالح أحزاب مسلحة، ولا الأول والأخير هو الدول الخارجية؟ بس هيدا أكيد بيصير مشروع مختلف كلياً من يلي عم نسعى له ويلي عم نحكي عنه اليوم أنا وياك. فمن هيدا المنطلق، حزب الله ما بيناسبه تفرض هيدي الدولة وهيدا النظام، ما بيناسبه أبدا يفرض هيدا النظام يلي مأمن له استمراريته. لهالسبب أنا بعتقد إنه لو حزب الله ما كان موجود كانت ثورة 17 تشرين سقطت أكثر من الحكومة، كان النظام بحد ذاته تزعزع،
حزب الله استدرك الأمر بسرعة وعرف إنه هيدي الثورة واصلة عليه، والقمع يلي مارسه حزب الله بوسط بيروت وبالرين وعالرين وبغير مناطق كان هدفه حزب الله وحلفائه، مش بس حزب الله، حزب الله وحلفائه كان هدفه يخوف العالم من إنه تنزل على الطريق وتنتفض و... 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 ونجاح لحد كبير نجحوا لسوء الحظ 100% نجحوا، أكيد نجحوا. إذن مش ممكن يكون في دولة قوية ومتحضرة طالما في سلاح برات سلطة الجيش والسلطة التنفيذية، وطالما هيدا السلاح عم يخدم مصالح دول غريبة ضد مصلحة لبنان وشعبه، ما فينا أبداً نحكي بهيدا المعادلة بالجمهورية الثالثة. سارة، يعني لضيق الوقت بدي أختم معك بس بسؤال سريع. حكيت كمان عن فكرة أنه بدنا رجال، وكان بيهمني هيك ناقش معك هالموضوع، لأنه اليوم قد ما صار في خوف من فكرة الزعيم، وبعرف أنه أنت ما قصدتي بس لهيك عم بطرح السؤال، أنه قد ما صار في خوف أنه اليوم الأحزاب التقليدية اليوم صار عندها مثل ما قلت الكل دولة تخصانيتي، والزعيم اللي هو دايما يعني شو ما ما حدا بيحاسبه، شو ما عمل ما في انتخابات ديمقراطية بقلب الحزب إلى آخره. اليوم عم نشوف أنه بالمعارضة عم بيصير في صعوبة تيكون في ليدر، وبيعتبروا صار أنه إذا في رئيس حزب حتى يعني بتلاحظ بيعملوا هيك أمين عام للحزب وجمعية الحزب، يعني عم يعني حتى في خوف أنه يكون في رئيس قوي للحزب ويحاسب مثل كل نموذج الأحزاب بالبلاد الديمقراطية، يعني هيك بتصير الحياة السياسية. كيف فينا أقولك نقطع من مرحلة أنه الزعيم لمرحلة رئيس حزب اللي هو النموذج الطبيعي من دون هالخوف اللي صار عم بيخلينا نحس أنه في نقص بالليدرشيب، يعني لهيك عم بيصير فيه شوي بلك بعض الأوقات عدم تنظيم مثل ما لازم؟ هلأ تقليك صراحة أنا ما بعتقد أنه المجموعات خايفة يطلع منها ليدر، لأنه العالم صارت خلص ضد الزعمات ومعروف القصة. برأيي المجموعات الثورية بكل بساطة بعد ما أنتجت قيادات، يمكن مثل ما نحن بنتمنى أنه يكون في أشخاص معينة ومش بس منظمات بمعنى ليدر، يعني بكل معنى الكلمة، أنا بلاقي في عدة أسباب. أولا لما يكون العدو والخصم واحد، يعني شخص واحد أو بالقليلة عنده هيلة واحدة، بيسهل مقاومته ومواجهته من موقع واحد. يعني أما وقت بيكون العدو متعدد الأوجه، بطبيعة الحال مواجهته بدها تكون متعددة الأطراف. بمعنى تاني، بقلب الثورة في ناس تعتبر أنه العدو الأول والأخير هو السلاح الغير شرعي وحزب الله بالذات، في ناس بتعتبر أنه الخصم الأول هو مصرف لبنان ورياض سلامة الأول والأخير، في ناس بتعتبر أنه العدو هو المصارف وجمعية المصارف إلى آخره، وفي ناس بتحصر الفساد بقسم من الأوليغارشية وبتعفي القسم الثاني. هذه مهمة كتير، لأنه في كتير عالم بالثورة ما أنهم مقتنعين 100% أنه كلهم يعني كلهم بيحملوا مسؤولية لبعض الآخر أقل بكتير. كما أنه في ناس بتعتبر أنه المشكلة الأساسية والوحيدة هي النظام الطائفي والباقي كله سيدي شرابيع. لهالسبب بعدين ما يكون في هدف واحد عم يتقوص عليه من قبل كل اللبنانية اللي هن بالمعارضة، صار فيه عدة أهداف ومنهم متحالفين مع بعضهم ومنهم مختلفين مع بعضهم، مما بيصعب عملية التغيير، لأنه بيصعب الاتفاق على رأي واحد ومشروع واحد وإلى آخره. فبالتالي يلي عم بيطالب ببروز ليدر أو مرجعية للثورة وزعلان أنه بعد ما صارت، أنا بالنسبة لي يمكن منه فهمان 100% الواقع اللبناني. ما في عدو واحد، في اخترعنا 100 عدو ومش كلهم سوا بنفس الخانة. والبرهان على هيدا الشيء تعدد المجموعات يلي بتدعي أنها هي من الثورة، وليلي عنده اطلاع على كيفية عمل المجموعات والثورية من بعد 17-20 وعلى المبادئ السياسية يلي عم بيباشروا فيها، بتلاقي بكل بساطة أنه في قسم من المجموعات عندهم نفس المبادئ والأفكار ومنهم قادرين يجتمعوا تحت اسم واحد أو تحت إطار واحد لسبب بسيط اللي أنا بالنسبة لي
غالباً منلاقي إنه مقاربتهم لعمل السياسي أو لشأن أو لشأن العام من طلقة من نوع من عم نرجع نعيد نفس الأخطاء ومش الاتفاق على المشروع السياسي. فأنا بس أجاوبك على نقطة اللي أنا بتعمق فيها كتير بالمقال، فكرة الزعيم بلبنان منا جديدة أبداً، لبل تتخطى الحدود الجغرافية اللبنانية الموجودة بكل المنطقة تبعنا. وبذكر بهذا المقال بسميه أنا تالت سردية ساهمت بتحطيم لبنان، هي عبدة وتأليه الزعيم يلي اسمها مثل ما حكينا الكولت لا بيرسوناليتي، ويلي هي بالمناسبة منا ظاهرة جديدة بلبنان، إنما لطالما كان في لبنان كانت موجودة وبكل المجتمعات موجودة، منا شيء منا بوينت دو فيو لبناني يعني. وهي ما بتنحصر بس بلبنان، إنما تتعدى حدوده الجغرافية لتوصل لكل بلدان المنطقة. فعبدة الشخص هي المبالغة بمحبة وتقدير زعيم عنده كاريزما لدرجة إنه بينوضع الشخص بمرتبة الآلهة. بمعنى تاني بلبنان مستقبل طائفة معينة مش ممكن يكون إلا من خلال هيدا الشخص يلي ما بيغلط وما بيخاف وما بيخون. بلبنان عنا على الأقل 12 شخص كل واحد منهم مرتبط بطريقة أو بأخرى بإله أو بقديس أو مرجعية دينية معينة. طريقة تصوير الزعمة بهيدي الطريقة تخلق حواليهم هالة لمنع انتقادهم أو رفض أي قرار بياخدوه. بأي بلد حضاري اليوم بتشوفي صور الزعماء معلقين على الطرقات أو على واجهات البنايات مع شعارات شيء بيشبه للنبي وشيء بيشبه لآلهة وما بعرف شو. والملفت بالأمر أنه كلهم رجال، وهيدي الحالة كانت مماثلة لإيطاليا الفاشية مع موسوليني بالثلاثينات والأربعينات، ولألمانيا النازية مع هتلر، ولاتحاد السوفيتي مع ستالين. وفي أسباب وجيهة جداً ليش كل الأنظمة فشلت وسقطت ما بتمشي، ليش هالظاهرة بعدها موجودة اليوم بلبنان. وأنا بالنسبة لي بالواقع هي جزء من ثقافتنا ومن سرديتنا لسببين. الأول نحن ننتمي لثقافة بتشجع دور الذكر المسيطر ضمن منطق القوة يلي بشكله الفكر البطريركي. نحن منأله الرجال القوي اعتقاداً منا أنه بشكل ضمانة وحماية لإلنا، بينما بالواقع قسم كبير من هالأشخاص بيعانوا من مشاكل نفسية ومن نرجسية أكيدة نتائجهم كانوا بمعظم الأحيان خراب المجتمعات يلي هن مسؤولين عنها وقتل العالم. خليني أقول لك شيء، قتل العالم بدون ندم وحرمان العالم بدون شفقة وقهر العالم بوحشية، كل هالأمور إذا منا قوة، إذا مشاكل نفسية حتى بيسموها السوسيوباتية. الناس بتخلط بين القوة وغياب المشاعر، بينما الواقع المعاكس تماماً. بدراسة عملت للتصرفات الاجتماعية دامت 20 سنة بأمريكا توصلوا الباحثين لتحديد شو هي الصفات يلي لازم يتحلى فيهم القايد الشجاع: المسامحة والتراحم والمشاركة الوجدانية، يعني الامباتي، المشاركة الوجدانية هي صفات الأساسية للقيادة. كمان الاعتراف بالغلط والاعتذار عنه أكيد شفهياً أو بالتغيير السياسي المتبعة أو بالاستقالة اللي هي مش موجودة عنا، هي كمان صفات لأيد الشجاع. الملفت اليوم نسبة استعمال عبارات مثل صار بدها رجال ووينهم رجال واختفوا رجال ومن زمان كان في رجال وبطل في رجال، هالعبارات تندرج من حيث لا ندري بتأليه وعبادة الأشخاص ضمن مفهوم الكولت لا بيرسوناليتي. ومثل ما المؤرخ ألماني اسمه يان بلامبر بيقول إنه كل مواضيع لكل دولة بيرسوناليتي بينبعوا من الذكورية. The objects of personality cults are always male بيقول. كما أنه المؤرخ جون بيتمن قال إنه شرط من الشروط هو تأليه الشخص هو الفكر البطريركي، يعني التسويق والدفاع عن هالأشخاص بيوصفهم على أنهم هن بي الشعب، fathers of the people، بي الكل طبعاً، منه الوحيد. من الوحيد. بدي أشكرك لمشاركتك معنا ببلد عن ضايع، وعن جد بدي كل شخص يقرأ البديل اللي قدمتيه، لأنه فعلا يعني أنا صراحة استمتعت بالقراءة جدا، وبدي أشكرك لوقتك. Thank you سارة. شكرك لك وميرسي على كل
كلماتك الحلوين وعلى هالمبالغة الفظيعة، وأكيد إلى اللقاء قريبا إمتى ما بدك نرجع نعمل قعدة. ثانك يو، أهلا وسهلا فيك. أوكي، ميرسي.